بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام وعلى آله الطيبين. على العموم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي في الله، كيف حالكم؟ تحية خاصة لجميع الأصدقاء المتابعين والذين يدعموننا بكثرة، خاصة هنا على اليوتيوب، عم الأشخاص الذين يتابعونا على الفيسبوك وهم يعني نائمون. ليست مشكلة. على العموم أخي، من خلال هذا الشرح كما قرأت في العنوان، كما هو مكتوب في العنوان في الأسفل، بنفس الثمن يعني 266 دولار في أقل من شهر، يعني في أقل من أسبوعين. نعم أخي العزيز، لا أكذب عليك، لا أنصب عليك، لا أي شيء. أول شيء كل ما أطلبه منك أخي العزيز هو لمصلحتك، قم بإقفال أي شيء تقوم بفتحه أو تراه الآن على جهاز كمبيوتر أو على هاتفك، وركز معي من خلال الشرح، من خلال الفيديو الذي لن تتعدى مدته تقريبا 10 دقائق، لكن أنت سوف تستفيد من خلال الشرح وسوف تجني بعض الأموال أخي بالله. لا يوجد ريفيل، لا يوجد رابط إحالة، لا يوجد أي شيء أقوم بالترويج له. هذا الشرح أو هذا الدرس، والذي لا أعتبره لا شرح ولا درس، بل إنه كورس من بين كورسات عالم الربح من الإنترنت، كان بإمكاني أن أقوم بوضع لك صفحة وأقوم بتزيينها بعض الصور وإثباتات السحب والأشياء الأخرى كثيرة، وأقول لك اشتري طريقة لكي تربح، اشتري طريقة ب40 دولار لكي تربح من 300 دولار، وأكيد سوف تشتريها، أو أنك سبق لك اشتريتها، أو أنه سبق لأحد أصدقائك قد اشتراها ولم يربح أي شيء. على العموم كل ما أريده هو أن أفيدك، لا أريد أن أستغلك، كل ما أريده أن تستفيد وأنت مستفيد أول والآخر. إذا استفدت أنا فإني سوف أستفيد بانضمامك إلى قناتي، أو أستفيد عندما أكتسب صديق رجال مثل بعض أصدقاء الرجال الذي أنا تعرفت عليهم على الشبكة العنكبوتية أو على الإنترنت، لم يرى وجهي، لم أرى وجوههم، لكن هناك ثقة ومحبة وصداقة بيننا، وأنا أعتز بصداقتهم. نبدأ في هذا الشرح، وأعيد مرة أخرى شكرا 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 لكم كثيرا للأشخاص الذين يدعمونا بتعليقاتهم في على اليوتيوب في جميع الفيديوهات مهما كان النوع، برامج ربح إلى آخره. على العموم ندخل في شرح هذا اليوم، آسف على كثرة الكلام، لكن فقط أردت أن أوضح لك الفكرة. بسم الله، نبدأ على بركة الله. عالم الإنترنت، الربح منه حقيقة أم خيال؟ نعم أخي حقيقة، كما أخبرتك ربح 266 دولار من خلال موقع مالور أدس. مالور أدس هذا الذي سبق لي أن قمت بشرحه كثيرا إخوتي في الله، وضعت له شرحين اثنين مختلفين، كل شرح مختلف، طريقة التسجيل والربح إلى آخره، وضع الإعلانات بين أشخاص ربما تكون أنت أو بين أشخاص آخرين الذين لا يمكنهم الدخول إلى هذا الموقع أو لا يمكنهم التسجيل في هذا الموقع. لماذا؟ نظرا لشروطه، وأنه يجب أن يكون لديك أقل شيء 1,000,000 في ترتيب أليكسا. طريقة الحصول على أقل 1,000,000 في ترتيب أليكسا سبق لي أن شرحتها، وهناك الكثير من يسألوا كيف الطريقة، لكني شرحتها وطبقها الشباب ودخلوا إلى مالور أدس وبدأوا يربحون الدولار الأول والثاني والثالث، والحمد لله هناك من اتصل بي والكثير اتصلوا بي على أنهم بدأوا يربحون من الإنترنت عن طريق بعض الدروس التي سبق لي وأن وضعتها أنا، وأعوذ بالله من قول كلمة أنا. على العموم طريقة تحسين ترتيبك في أليكسا من أجل الدخول إلى هذا الموقع سهلة. من خلال هذا الشرح الذي تجدون رابطه في الأسفل إن شاء الله عز وجل، وضعت جميع الطرق التي سوف تسهل لك الدخول إلى هذا الموقع. بعدها سوف أتطرق إلى الطريقة السحرية أو الطريقة الجميلة أو الطريقة الحصرية التي تضاعف أرباحك من خلال هذا الموقع بطريقة جميلة وسلسة ورائعة دون أي مشاكل. هنا هذا هو رابط، هذه هي المقالة، سوف تجدونها في الأسفل. هنا راورد طريقة إحضار 12,540 زائر في اليوم، هنا طريقة تحسين ترتيبك في أليكسا إذا لم تكن أو لم يسبق لك بعد أن دخلت إلى عالم إلى هذا الموقع الذي هو موقع مالور أدس. من بين السحوبات قمت بسحبها، انظر هنا هذا هو العدد، هنا كما ترون هنا وينظروا أظهر لك الآن الأرباح بعد أن توجه إلى الطريقة حتى تعلم أنك ترى فيديو صحيح، ليس غش، ليس ترافيك، ليس كذب أو خداع أرقام أو خداع بصرية. أوكي، كما ترون هنا 2016 شهر 8 31، الآن أين نحن الآن كما ترون في 15 في شهر 9، يعني فارق 15 يوما. أوكي، هنا السحب الثالث أو آخر السحب الأول عفوا، كما ترون هذا هو الرقم، نضغط على كلمة فيو لكي نرى الإحصائيات، نضغط عليها مباشرة سوف نتحول إلى هذا الموقع. أوكي، هنا يعطيك يعني تفاصيل الحساب، كما ترون هذا هو الرقم، هذا إثبات السحب الأول، كما ترون أين هو التاريخ، 31 في شهر 8، أوكي، هذا سحب آخر في 6 في شهر 9، يعني قبل أيام،
وهذا أيضا سحب آخر في 13 في شهر 9، يعني قبل يوم أمس، يعني الآن 15 قبل يوم أمس. أوكي، ندخل إلى موقع بريف. هذا هو موقع بريف. موقع بريف يعطيك الأثمنة الذي نحن حصلنا عليه. أوكي، قلنا في شهر 1/8 قمنا بسحب هذا العدد، كم يساوي بنا بالدولار؟ بسم الله، 140 دولار. اسمع معي، في شهر في آخر شهر 8 140 دولار، هذا هو، نقوم بإقفاله. هنا نقوم بعملية التحديث حتى لا يقول يظن أي شخص أننا نكذب، نقول عملية التحديث، نعمل عملية التحديث وريفريش، كل شيء صادق وبشفافية واضحة أخي بالله. أوكي، عفوا عن ظرف الإنترنت لأنني نقوم بتشغيل بعض الأشياء الخارجة. أوكي، نذهب الآن مرة أخرى إلى 6 في شهر 9، يعني قبل أسبوعين، نقوم بنسخ هذا العدد. كما تتذكر هنا 140، كما ترون نقوم بفتح الآلة الحاسبة، أين هي؟ أوكي، 140 دولار زائد، نقوم هنا بوضع الحساب الآخر، كم؟ 33 دولار. أوكي، زائد 33 دولار. أوكي، نذهب، هذا هو اللي أخذناه، هذا آخر 13 يوم، 13 في الشهر قبل أيام، قبل يومين، نقوم بوضعه في موقع بريف، كم يساوي؟ 181، نقوم 173 زائد 181، كم تساوي؟ أظن أخطأت في الحساب، أظنها كانت 140 زائد 33 زائد 81، 254 دولار. في العنوة 236، هنا 254 فقط وفارق الثمن بخصوص عملة البيتكوين. جيد جيد، سوف نقوم بإقفالياتي، ونقوم بإقفالياتي، والآن سوف ترى الشرح بطريقة جيدة وبطريقة سلسة وبطريقة واضحة. موقع مالاور أتس معطيك إعلانات، تلك الإعلانات تقوم بوضعها في موقعك. أوكي، مثل مدونتي، مدونة طلب المستفيدون .com، مثل تلك الإعلانات التي أنت تراها هنا 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 إلى آخره. جيد جيد، كم عدد الإعلانات التي يسمح لك بوضعها؟ يسمح لك هذا الموقع بوضع 5 إعلانات، يعني فوق 5 إعلانات لا تحتسب، يعني فقط 5. أوكي، كما ترون، كم أضع أنا؟ أضع 1 2 3 4 5 أوكي 6 هناك 7 أوكي، ننزل إلى هنا 7، كم ننتظر هنا؟ هنا 1 8 أوكي 8، هناك في الأسفل 19 11 اوكي 9 10 11. اوكي، لماذا اضع انا 11 اعلان رغم ان الشركه تمنحك فقط 5 اعلانات وتدفع لك 5 اعلانات؟ المساله بسيطه جدا جدا جدا، اقل مما تصور، اقل مما تظن اخي بالله. اول شيء، الموقع يعطيك 5 اعلانات، لكن يقول لك انت تضع 5 اعلانات، لكن اذا وضعت اكثر من 5 اعلانات، وضعت 6 7 8 9 10، هم سوف يختارون الخمسه التي اخذت اكبر نسبه من الارباح. يعني ممكن أن تضع 10 أو 12 إعلان، ليست مشكلة ضعها، لكن الموقع عندما يريد أن يدفع لك أو يعطيك نصيبك من الأرباح، سوف يرسل لك، سوف يدفع لك ثمن أرباح الخمسة الإعلانات التي حصلت على أكبر نسبة من الأرباح. هذه يعني مسألة واضحة، يعني ضع أكثر عدد ممكن، لكن التي تحصل على أكبر عدد نسبة من الأرباح سوف ترسل لك. جيد جيد، المسألة التي يجب أن تعرفها أخي في الله، مثلا أنا أضع هذا البانر 728 على 90، هنا واحد، وهنا الثاني، أين هو؟ هنا الثاني، أوكي، وهنا كان الثالث وأزلته، أوكي، هنا الثلاثة، لكن في حالة إذا مثلا دخلنا إلى الموضوع، مثلا دخلنا إلى هذا الموضوع على سبيل المثال، اختر أي موضوع، هناك ثلاثة، جيد، ننتظر قليلا، نذكر الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلى الله. أوكي، مسألة مهمة، هذا الموقع كيف يحتسب لك الأرباح؟ ممكن أن تستعمل هيتليب أو تو هيس أو أليكسا سيرفينج، استعمل أي جميع مواقع الترافيك التي سبق لي وأن شرحتها، لكن هو فقط يحتسب لك مشاهدات فريدة. كما ترون هذه إحصائيات مدونتي، الآن يتواجد في مدونتي 476 شخص، يعني الآن حاليا يشاهد مدونة أكثر من 470 شخصا، يعني هو يعتمد على المشاهدات الفريدة. لكن ما مصدر الزيارات؟ أقوى مصادر من حيث سي بي، كما ترون هنا لينكدين، هناك بيز فيد، هناك تيمبر، ومواقع أخرى كثيرة جدا، هذه تعتبر من أفضل المواقع من ناحية سي بي إم، ربما لم تسمع بها أنت من قبل أخي في الله. يعني سي بي إم تحتسب كلها مشاهدات فريدة. لماذا أقول لك مشاهدات فريدة؟ لهذا السبب أخي، كما قلنا هناك ثلاثة وهنا يوجد أربعة، أوكي زيد، هذا يوجد منه اثنان وهذا يوجد منه ثلاثة، أوكي، يعني تضع أكبر عدد. مثلا هذا البانر الذي هو 728 على 90، ممكن أن أقوم بوضع فيه ثلاثة، لكن هذا إعلان مغاير
والاخر عفوا يعني على العموم اوكي يعني تضع ثلاث اعلانات، يعني هذا في هذا اعلان لشركه معينه لوحدها، والاخر لشركه اخرى معينه لوحدها، يعني كما ترون هذه شركه تي ماينر، وهذا اعلان اخر بانر اخر لشركه، هذا تي ماينر هو نفسه يحتسب اوكي، هذا لان تي ماينر تضع الكثير من الاعلانات. لكن ممكن ان نعطيك مثال بسيط هنا كما ترون، هذا اعلان لوحده وهذا اعلان لوحده كما ترون، هذا تي ماينر وهذا لبيتكوين لوكانس اكسترونج، هذا خاص بالترادينغ بيتكوين، لكن هذا يحتسب وهذا يحتسب، لكن هو نفسه يحتسب في نفس البانر، يعني هنا تحتسب مشاهده واحده وهنا تحتسب مشاهده واحده، فيصبح اثنان، يعني كانك ضربت عصفورين بحجر واحد، يعني جيد اوكي. نصعد قليلا هنا مثلا، هذا اعلان اين هو، هذا اعلان لوحده، هذا البانر كما ترون هذه الشركه، اظن ان الاسفل سوف يكون مغاير، لا هي فقط لان الشركه وضعت حمله اعلانيه كبيره لان بدات الان تعمل اوكي، يعني ممكن نفس البانر تضعه مرتين او ثلاثه، وكل بانر تضعه مرتين وثلاثه، طبعا سوف تحتسب كلها. لماذا سوف تحتسب، لماذا سوف تحتسب كلها؟ لان نفس البانر لكن كل بانر سوف تكون فيه يعني اعلانات مغايره، اعلانات مختلفه. الشرح عفوا الطريق الموقع كيف يدفع لك، سواء احضرت مشاهدات سوف تربح، سواء احضرت نقرات سوف تربح اخي في الله. جيد جيد. مساله واحده بسيطه هنا، ثانيه واحده دقيقه اوكي جيد. جيد، قلت اقفل بعض الاشياء حتى نقوم بوضع الشروح حسني على طريقه جيده كما ترون هنا. اخوتي في الله، الان سوف نعمل بسلاسه ان شاء الله عز وجل. كما اخبرتكم يعني نفس البانر، لكن كل بانر يضع شركه لوحدها فتحتسب، الموقع يحتسب لك عن طريق المشاهده كما ترون. جيد جيد، انظر هذا وهذا نفس القياس، هذا العدد على اليمين على اليسار نفس القياس، لكن هذا اعلان لشركه مختلفه وهذا اعلان لشركه مختلفه، وسوف يحتسب اثنان، اذا كنت قد وضعت اربعه منه سوف تحتسب الاربعه، اذا كنت وضعت خمسه سوف تحتسب الخمسه كما ترون، هذا الذي في الاعلى هذا اللي في الاعلى، ناهيك على هذا الذي سوف يكون هنا في الاسفل او غيره من الاشكال الاخرى. اوكي، الان هذه الطريقه التي سوف يحتسب بها، لكن الموقع فقط يحتسب لك فقط المشاهدات الفريده، يعني ممكن انت ان تحصل على مليون مشاهده لكن سوف تكون كلها متكرره، يعني نفس الاي بي يتم اعادته ثلاث مرات او اربع مرات في الشهر. لكنه يحتسب لك فقط مشاهدة فريدة، يعني كل اي بي يشاهد موقعك مرة واحدة كل 24 ساعة، ايضا يدفع لك على النقرات، الربح من خلال النقرات هو اكثر بكثير من الربح من خلال المشاهدة، لان ارباحه هو السي بي ام، السي بي ال السي بي ام الخاص به يكون مرتفع جدا اخي في الله. لكن لا تفرض على اي شخص ان ينقر على اعلانك، لان لابد ان يقوم بالنقر والتسجيل والتفعيل حتى تحتسب لك هذه الاشياء. اوكي، السحب الموقع بطريقه يوميه، اضعت لكم السحوبات، اضعت لكم يعني كما ترون هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال اوكي، سوف اظهر لك الشاشه بطريقه جيده كما ترون. الان لدي في حسابي 228000 مشاهده فريده كما ترون، يعني 28000 مشاهده فريده في خلال هذا الاسبوع، رغم ان الاسبوع لم ينتهي، لدي 81452 مشاهده فريده، يعني اي بي انيك، يعني مشاهده فريده لا يتم اعادتها كل مره، يعني فقط مره في الاسبوع. الان 28000، رغم ان اليوم لم ينتهي، لا زال هناك حوالي 8 ساعات على انتهاء اليوم، اغلب الاشياء اصل الي حوالي 38 الى غايه 40000 مشاهده فريده للبانر الواحد، يعني كل اعلان واحد يحصل ما بين 32 الى غايه 39 او 40 مشاهده فريده، لهذا تكون الارباح جيده. لكي تحصل على هذه المشاهدات لقد وضعت وشرحت الكثير من مواقع الترافيك، لكن انتم لا تستعملون، تلك مشكلتكم. الان اخي العزيز، هذه الشرح هذه هي الطريقه، اتمنى ان تكون قد افدتك واستفدت منها. اوكي، الان انت الان بعد سماعك لهذا الكلام، انت سوف تذهب دون ان تعمل لايك، دون ان تعمل حتى اشتراك، دون ان تقول حتى كلمه طيب في حقنا. اوكي، انتظر اخي، ليست مشكله، ارجع واكمل معي الشرح لاني لم انتهي، هناك خدعه اخرى جميله جدا رغم انك عملت ديزلايك. اوكي، ركز معي المهم، انا اعرف اغلب الاعراب يستفيدون وينسحبون، اغلبهم يدخل الى الموضوع وينسحب دون ان يضغط حتى على لايك او مشاركه. على العموم، هذه الطريقه، الان ناتيك على الطريقه الثانيه التي بسببها سوف تقوم باكمال الفيديو. جيد، مساله مهمه، الان سوف اذهب الى كلمه مالورقت بعد ان وضعنا اعلانات كثيره.
والان سوف ادخل انا على الموقع المدونه. جيد، ركز معي. مدة الفيديو طويلة لكنه يستحق، في نظري يستحق، ولك الحكم أخي في العزيز أن تكتب في الأسفل هل هو يستحق أم لا يستحق. أوكي، دخلت على موقعي على مدونتي، سوف أذهب إلى التخطيط من أجل وضع أي إعلان. أوكي جيد، تعال معي أخي غالي، انظر هنا، هذا إعلان إذا ضغطت على كلمة إكس سوف يتم مسحه. جيد، انظر، ضغطت على كلمة إكس مسحته، لكنه ظهر إعلان آخر، رأيت إعلان آخر، سوف أضغط على كلمة إكس وأقوم بمسحه. الآن ظهر إعلان آخر كما رأيت، يعني ثلاث إعلانات متتالية لم تنتبه لها، صح؟ يعني كيف ذلك؟ ما هي الخدعة من وراء هذا؟ ركز معي أخي العزيز، الآن كيف أقوم بوضع هذا البانر هنا؟ كيف أضع هذا البانر هنا دون أن يظهر مثل هكذا هنا أو هنا أو في الأسفل مثلا يظهر هنا ثابت؟ أوكي؟ جيد، تعال معي هنا، نصعد إلى فوق، نذهب إلى ملاور أدس، ثم نذهب إلى مثلا إلى الإعلانات. جيد، مثلا ثم نذهب إلى الإعلانات. أوكي، مثلا سوف نختار اي بانر، نذهب الى الهاشت جيت هاشت كود. اوكي جيد، اوكي، ستكون هذه الواجهه، يعني هذا هو الكود، هذا هو الاعلان. جيد، هو الاعلان، لكن في حاله اذا قمت بوضع ضغط على السهم هنا وضغطت على كلمه تيكت او متعلقه، اوكي، كما ترون هنا يقول لك هذا اعلان توب ليفت، يعني هذا في الاعلى على اليمين او في الاسفل على اليسار او مثل هذه الاشياء. اوكي، مثلا انا سوف اختار مثلا مثلا سوف اختار هذا. اوكي اوكي، سوف انا اقوم باختيار هذا، بعدها سوف اقوم بضغط كوبي للسكريبت بعد ان اختيرت هذه الخاصيه. اذهب الى المدونه الى التخطيط، اين هو التخطيط؟ مثلا على سبيل المثال اقوم انا بوضعه هنا، بسم الله، اللهم يسر ولا تعسر رب العالمين. اوكي، الان سوف نقوم بعمليه عرض المدونه كما ترون، هذا اعلان، انظر، ارايت ان اين اصبح؟ اين ممكن يمكنني ان اجعله ان يظهر في الوسط مباشره، يعني انت تنزل او تصعد فهو ثابت، لا يؤثر عليك، لا يزعجك، لا يزعج زوار، لكنه لا يظهر. لكن مساله اخرى ثانيه، الان فهمت الطريقه، تسهيل هنا وتختار الخاصيه في الاسفل في الاعلى في الفوق، بعد ان تختار الكلمه التي في الاسفل الثانيه هنا، اذا اخترت الاولى سوف يكون ثابت، اختار الثانيه سوف يكون هناك، انت تختار مكان تموضع الاعلان، ممكن تطبقه على هذا وعلى هذا وعلى اي اعلان تريده خاص بهذه الشركه. جيد، الان انا قمت باخذ عدو كلمه، انا قمت باخذ الشفره التي هي هذه وعملت لها كوبي ووضعتها في اضافه اداه جديده واختارنا جافا اتش تي ام اس كريبت ووضعناها ووضعنا فيها الاعلان. جيد، جيد. الان وضعنا قبل قليل وضعنا الى الاعلان الاول، سوف اضعه للمره الثانيه، اضع اوكي، ثم اضعه للمره الثانيه بنفس الطريقه وبنفس الخاصيه، نضغط عليها. كل شخص قام بتحميل هذا الفيديو وقام بنسبه لنفسه سوف اقوم بتبليغه على اليوتيوب، حتى نكون صريحين، اعيد المره الثانيه، كل شخص قام بوضع هذا الفيديو دون ذكر حقوق او مصدر مستفيدون سوف يتم التبليغ عليه على اليوتيوب مباشره. هناك الكثير من الاشخاص لديهم فيديوهات خاصه بي ولكن لا اريد التبليغ عليهم، رغم ان الشركه التي اتعامل معها ترسل لي رسائل على انه الفيديو الخاص بك قد تم اخذه، وربما الشركه نفسها تقوم بحظر حسابك، اللهم ايقني قد بلغت، اللهم فاشهد. اوكي، الان سوف نقوم بعمليه التحديث هنا، ريفريش، الان وضعنا ثلاث بانرات. جيد، الان هذا هو الاول، اذا ضغطنا على اكس سوف يمسح حتى تكون واضحه، ضغطنا عليه ذهب لكن ظهر اعلان اخر، ضغطنا عليه ذهب ظهر اعلان اخر، اوكي ذهب، اوكي هذا ضغطنا على اكس ظهر اعلان اخر، اوكي حتى يظهر، ضغطنا على اكس ظهر اعلان اخر، يعني اعلان تحت اعلان تحت اعلان. يعني طريقه جهنميه، اليس كذلك؟ على العموم كانت هذه الطريقه التي اخبرتكم عليها، الطريقه الثانيه مضاعفه ارباحك، يعني تاخذ مكان واحد من 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 المدونه الخاص بك او من البلوجر الخاص بك او الادوار الخاص بك، مكان واحد دون ان تقوم بوضع الكثير من الاعلانات حتى لا تشوش على زوارك، يعني مكان واحد تضع فيه اعلانات واحد اسفل واحد اسفل واحد، لكن تلك الاعلانات تظهر وتحتسبك، طريقه شرعيه يعني ليست مشكله، طريقه عاديه، لان كل بانر فيه اعلان في شركه اخرى مختلفه. اتمنى ان لا يكون قد فيديو طويل، اتمنى ان تكون قد استفدت منه، اتمنى من اعماق قلبي ان تعمل مشاركه بكل اخلاص وامانه لهذا الفيديو اذا اعجبك، وان تضغط على كلمه لايك والاشتراك، وانتظر تعليقك الجميل سواء في اليوتيوب، واتمنى ان ارى تعليقك يعني فعلا اسفل الموضوع هنا في هذا في المدونه، لانه يعني لي الكثير، وحتى ضغط فقط كلمه
لايك لكي تظهر لي اعجابك بهذا الفيديو. اضافتكم ارباحي ارباح من اكثر من 266 دولار في اقل من 15 يوم، وهذا اليوم الثاني. يعني هناك لحد الان يعني فقط يوم امس اقل شيء. لن ادخل في تفاصيل ارباحي لاني لا اريد التفاخر بهذه الاشياء. على العموم كان أنا معكم اخوكم كريم، هذه صورتي لمن لا يعرفني من مدونة مستفيدون. اتمنى ان لا تبخلوا علي بالاشتراك في القناة وعمل لايك وتعليقكم الجميل. اسعدكم الله بامان الله في ضغوطات وصروح قادمة ان شاء الله. مع السلامة، اسعدكم الله في امان الله.